بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحديث عن الأنيميشنز الخاصة بالريفيل يا جماعة، بتستخدم الكيوردات البسيطة اللي اسمها داتا أنيميشن إن، وبتكتب الأنيميشن اللي بعد منها، وعندك داتا أنيميشن أوت، دي خاصة طبعا بتأثير الدخول وتأثير الخروج. الأمر أشبه ببرنامج مثلا الباوربوينت أو كده. طيب لو جيت عشان تكتب مثلا داتا أنيميشن ان، هتحاول تدي لها قيمة معينة، وانا هحاول انسخ الكلام ده بكوبي و بيست، وبدل ان خليها اوت، وهحط قيم مقاما هنقول دلوقتي spin داش ان بالنسبة لداتا انيميشن ان، و داتا انيميشن اوت هنخليها spin داش أوت عشان يتعكسوا مع بعض الاثنين. لو انا عملت ريلود ورحت للسايت بتاعي، هلاقي ده السين اللي هو اللفة الصغيرة دي، هو بيعمل هو بيدخل بان بيلف مع عقارب الساعة. في الاوت راح يلف عكس عقارب الساعة او اين يكون العكس، مش واخد بالي بصراحة. المهم الترانزيشن ديت او الانيميشن ده جزء من مكتبة اسمها مكتبة الموشن يو اي. مكتبة موشن يو اي دي جزء من او مكتبة من مكتبات ساس، وده جزء جميل جدا بيدعمه الفريم ورك فاونديشن، وده امر سهل جدا. كل اللي انت محتاجه انك تعمل انستول للمكتبة، وبعدين بتختار من الترانزيشنز المتاحة ليك، بتبقى الكلمة بس عبارة عن كلمات مفتاحية، ما بتكتبش ولا سطر برمجي بجافا سكريبت، ما بتحددش اي حاجة فيه. الحاجات دي بتبقى موجودة في ساس يا جماعة. بمجرد ان انت تعمل انستول للمكتبة دي وتربطها بالفريم ورك بتاعك، بتبقى الامور تمام وبسيطة وما فيهاش اي مشاكل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.